ده الاسبوع التاسع من تحدي خسارة الوزن مع الكيتو والصيام المتقطع. انا اليوم او هيدا الاسبوع بالاحرى رجعت للصيام المتقطع، وحابة افرجيكم انا لما بكسر الصيام شو باكل، بس اعطيكم فكرة. ورح نحسب طبعا المايكروز والكالوريز وكل اللي بدكم اياه. فجاهزين؟ خلينا نبلش. اول شغله رح اكلها او اشربها اليوم هي رح تكون عصير الخضار، وبعدين باخد غدايه. Thank you.